بداية هذه الجولة من سوريا التي نجح فيها الجيش في تحري جنوب وغرب مدينة درعا ودحرها من سيطرة الإرهابيين. ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم رفع العلم السوري فوق مبنى مجلس مدينة طفس غربي ريف درعا، كما تم رفع العلم بحسب بيان الجيش فوق مكتب بريد جنوب المدينة وهو المبنى الحكومي الوحيد في هذه المنطقة.